بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله عزيزي المشاهد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك. الآن في نص البليبارد الحالي يا جماعة الخير ما معي أحد. أوه في فكرة حلوة والله العظيم فكرة حلوة. أروح أخرب أماكن العيال كلهم. زليتوا من قال لكم ما تجون هنا؟ السلام عليكم. مشينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يا جماعة الخير وصلت مقر فالكونز الحالي. أتلفت الساعة 4 الفجر. أول شيء نبدأ فيه بما أني أنا محتاج أشياء كثيرة. صور لي هنا خلونا نشوف المتجر. المتجر بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ممتازين. يا سلام الله. واو هذا سيف. ذاك اللي يلبس قناع. ما انا بالسيف. انا ما بالسيف. نشوف الكراتين والاشياء. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نبي هذه. عندي اخواني عرفتهم ما اعطيتهم يعني دخلت فالكونز انا ولا اعطيتهم جلسيات عيب صح. هذا بنات اختي. هذا لين وهذا تميم وهذا باسل ويزيد. ممتاز تمام. هذول هنا هذا الكيس. الله اكبر عليكم. يا سلام سلم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. شيل 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 شيل. اللي يبغى يقفل بالمفتاح. ما تقفلون بالمفتاح. في ناس هنا جواع تحتاج اشياء كثير. طيب هذه اوه بانكاي. أرجعتوا كسيمس. أطعن سرك. أقسم بالله اللي ورب الكعبة اللي ما يشترك الآن أعطاك الله 10 ثواني. 10 ثواني لك. أبدأ وقت. وقف. اشتركت؟ ما اشتركت صح؟ كمل وقت. وقف. اشتركت؟ لا والله اشتركوا. طيب ابي السيف هذا وابي هذا. اوه هذا اللي اقول لك ابو قناع. اقول لك السيف حقه. الله يضبطكم. هذه اللي يجي ان شاء الله يجي المقر باذن الله اللي يجي المقر ويجي مجلس رايد راح اعطيكم هديه. ابى اختار الناس المشتركه كذا اجي اقول ورني مشترك امسك هديه. طيب هذاني. هذا وشو؟ مو اذا انا ابي هذا بعد. طيب واو وش ذا والله وش ذا التيشيرت حلو مره. جيب يا وحش ابيه. هذا هنا وش بعد فيه؟ هذا ولد اختي تميم. تميم ابشر بالخير بعد قلب. شوف جبت لك تيشيرت فالكونز. هذا وجه صغير زي المكسيكي. خلاص المتجر شوف اللي بعده. ابي كيس كبير. وين نروح؟ بندريتا. بندر يا سلام يا بندر. هذا بندر يوم نحر. بس وش ذا؟ ابى اخلي شخصيه اثرا بدون سن. كيف كنا بدون سن صح؟ وش بعد؟ اكثر شيء كذا نزرفه والله لان الوجه لازم يغيرون وجهه. بندر بندر حبيبي. بندر بعد عمري. شوف عيونه قريبه البعض يا حبيبي. يا بندر بندر حبيبي بندر. يا سلام هنا بطاطا كبيره. لازم نوقع هنا. ار اي يا جماعة الخير. بندر عنده سكيب روم. تدخلون انت واخوياك وتحلون الغاز. الان بحرق الغاز الان واعلمكم كل شيء. تعلموا. راح نقفل.
القهر مقفل. مشتين بطاطس صح؟ مثلي بالضبط. تعالوا خلونا نسوي بطاطا. بكون احسن من الشيف. خلونا نشوف هذه. يا سلام. حلوين. ريال. ريال. لا لا هلا لوحده حق ايش؟ حق البطاطا اللي بسوي. هلا لوحده. خال جوالك. معنا المصور بيحاسب. بعد شوي احاسبك انا. هلا لوحده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما معك ولا هلا طفران انت المصور طفران بعطيك فلوس بعد شوي. مرفوضه. يلا حاولنا يا بندر نعطيك هلا بس عاد ربي ما كتب بطاطا. سب. بندر بطاطا. الان بتجيكم بطاطا بغطي على بطاطا بندر بمكانه. طيب خلينا نشغل الزيت الان. فاضي ما في ولا شيء. ها كيف اشغل الزيت؟ ها يا جماعه ما اعرف اشغل الزيت. بما اني انا ما عرفت اشغل النار فبلبس قفازات مو عشان الطبخ عشان ما يعرفون اثاري. بعد ما قطعت بطاطس خلصت على طول. هذا اللي ينسجن اول واحد. ما عرفت اشغل الفرن. كنسل طبخ. ولد بطلع بشيء. بطلع باي شيء. بارد. صف الاشرب باليسار. اليمين اشربوا دائما يا اخوان. الان جينا عند الشيف الكبير ابو عمر. اذا لقينا اكل رتبت المكان، اذا ما لقيت اكل اعفسه فوق تحت. تعال خلينا نشوف. ما حد رد. ندخل. الله ما يمدي نسوي شيء. ان شاء الله. اللهم زد وبارك. ها فلوس. طيب ليه ما ناخذ فلوس؟ زليت. هذه 10 11. شفت المقطع عمر ارتفاع متصاف انا وياك. طيب وش في بعد؟ ابي ما في شيء. ما في فلوس ما في شيء. ما طفران انا تكفون. ها ابو عمر وعزيز وبندر مصورين من دوني. بحط وجهي جنبهم. أنا معكم يا عيال. تعالوا خلونا نشوف هنا إيش فيه هنا. أسلم. هدية مجانية. اكتب اسمك على عود الأكل. عود الأكل اكتب اسمي وأخذ هدية مجانية. بسم الله. RA2. حلو كتبت اسمي. ناخذها مجانية. الحين نروح لصالح وبز. شوف الورشه والكراج وال بسم الله. يا سلام. من قال له ما ياخذ السياره للبيت؟ من قال له يخليها؟ زليت. تعالوا شوف. ما شاء الله ما شاء الله. نشوف من داخل هنا ايش فيه. طيب ليش ما نوقع هنا؟ ها؟ السياره هنا عشان اذا شاف يعرف اني انا مريت من هنا. بسم الله. توقيع RA2. وقلب تستاهل قلبي بعد قلبي صالح. يعرف اني انا مريت من هنا. اذا المفتاح موجود اقسم بالله الاسود. سلم. اذا المفتاح موجود والله الاسود والله. بسم الله. يا ربي. وين البوري؟ ما في بوري.
هاي شغلته. شوف يسوي مجسم. ها خله يشتغل لما يكبر المجسم. طيب نبي اشياء كذا حلوه. واو هذا شنو؟ بس عجبني ذا وعجبتني هذه والله يا صالح. فانا اسف يا صالح الله يجزاك خير. عندي عيال بزران، عندي يبون سيارات واشياء العاب. يعطيك العافيه يا صالح. اللي بعده الان عند الضرنطيه 2 لليشن وبودن. ليتس جو. الان وصلنا الدوجو، اذا ما لقيت شيء يعجبني او اخذه تكسير المكان على طول، بكره صيانه. بشوفي لبس يليق فيني. اشتركت ولا ما اشتركت؟ تكفى الصص ويلي. أكلتك الله. في مايك يما بغني أغنية حزينة. وأنا أغني أنت تنزل تحت واشترك عشان ما نكسر بعض. فقدتك يا عز الناس، فقدت الحب والطيبة، ولا مليني فيها الدنيا سواك ان طالت الغيبة. أنا مليني فيها الدنيا سواك ان طالت الغيبة. رحلت من بقى وياي يحس بضحكتي وبكاي، وحتى الجمر في بعدك يغزيني وخلي بها. أنا بالليل يا عزيزي المشاهد اشترك الآن اشترك. هنا ايش مكتوب فوق؟ مكتوب انمي كاروكي. كاروكي. هل شاهدتم يوما كنزا ابيضا ترعى؟ هل شاهدتم فيلا يكتب يسرق ويشهد زورا يبكو مبرورا باداء سيمبا؟ سيمبا سيمبا قادم، سيمبا جاء، سيمبا من عيد سيمبا قادم، سيمبا جاء. خلاص ما عجبتني، ما عجبني شيء عندهم، لازم نخرب. يلا صحيتوا من النوم وجيتوا هنا، رتبوا يا للي انتوا وبودنا. يلا اللبس هذا عجبني والطقية دي عجبتني. أريغاتو كوسايماس. كل الأغراض اللي أخذتها مستحيل ترجع لكم يا جماعة. عاد بكيفكم أنتم. نطلع من الدوجو نجي لأفضل مكان هنا، أفضل مكان اللي ما حد يقدر يسوي له شيء، المكان الوحيد. سيدة حياكم الله يا جماعة الخير في مجلس رائد. تعالوا أعلمكم وش فيه بمجلس رائد. هنا المجلس تكي سولف
نتكي ونسولف شاي وقهوة ويا مرحبا وناخذ علومكم ونفضفض البعض. حلوين حلوين. تعال حقين الكيرم، في عندنا كيرم وهنا بلوت يوميا في بطولة دق خشوم. غشيم لا تجيني لعيب، تعال يا مرحبا. حقين شطرنج كش ملك والله شر العباد. وهنا يا جماعة الخير شوفوا مضبطكم أنا، هنا اللاين اللي بيصور معي. حلوين. وهنا كرسي لك يا الشيخ طال عمرك، وهنا كرسي، وهنا مضبطين بضاءة حلوة ولذيذة عشان تطلع الصورة حلوة يصغر وجهي. لازم اللي بيصور معي يحط فلتر. الله يعطيكم العافية. برضه يا جماعة وأخيرا وليس آخرا، بلايستيشنين فيفا 1v1 الموت الركض والطحن. مين مساعد مين أبو عبيد مين؟ عندي أنا أحط لي أسهم 5-3-2 بجلدك جلد. هنا برضو هنا ايباد، هنا ايباد كلاش رويال، وبرضو هناك ايباد كلاش رويال 1v1. فما اقدر اسوي مكاني شيء. الان مين اللي وراي؟ المدير مساعد ابو عبير عزيز. خلونا نشقر على ملعبهم، من ما لقيت كوره اخذها يا ويلكم. تعالوا هنا يا جماعه الخير تطبعون صوركم، فانا لازم اطبع صورتي. ان ما طبعت صورتي الحين جي جي يا ويل. تعال والله في صوره صالح اللي اسمه صالح، اذا انت تشوف المقطع ترك نسيت لوحاتك هنا ومخلي الشباب ابو عبير وعزيز يوقفون عليها، وشكلك لعبت هنا ونسيت تاخذها. تعال ثاني مره عشان تاخذها زين يا صالح حبيبي. انت عطنا لايك بعد واشتراك، ما عرفت شغل الطابع. فلذلك برسم نفسي الان. هنا الكاب حقي حلو، بعلق. اوه نسيت اهم شيء، يعني ممكن ما حد يعرفني. ار A2 توقيعي. الآن طاقات 99 القوة، 99 السرعة، 99 شو اسمه 99 فل كامل. يلا بس الوضع ما يبي القفازات، الوضع يبي للزاق. ندور لزاق جوا ثواني بس. اوه اوبز 99 حاطين ما عليه اوبز. ها 99 فل كامل، شبوه اكثر. السلام عليكم، اوريكم بعض المهارات يا جماعه الخير. شوفوا العرض الان. ليه ما جبت عرضه؟ ها انا عليكم كيف ألا غصب زيارة. عارضة يعني عارضة طرق. السلام عليكم. نشوف اللي بعده. منطقة الأركيد. بسم الله. لايك تبون؟ حطوا لايك يا جماعة. اضرب بس يلا بس. طبعا هنا مسرح يا جماعة الخير، كل يوم نقابلكم هنا ونسوي لكم فعاليات نقول كذا يا مرحبا ويا مسهلا صفقوا لي واعطيكم هدايا. مكسيكو الان رايحين للمكسيكي. يحس بني نسيناته قال انا مستانس ببتسم رهيد مجاني. لا لا حبيبي بجيك. يا سلام يا سلام ما شاء الله حلو مكسيكو. اسلم اسلم. مش كاتبين العالم هنا يعني ما احتاج اكتب، ما خلوني مكان العالم الله يعطيهم العافيه. لكن انا اعلمكم انا بكتب انا. R A 2 لا احد ينسى هذا الكود يا جماعه. ها خلونا نشوف ايش فيه هنا. فلوس يا ولد العيال يطلعون فلوس يا ولد ما شاء الله. ها جويد مقفل الكاشير ما في شيء، ما في حتى اطباق. وين الاغراض؟ بطبخ. جويد ذا مغيب كل شيء يا ولد. ليه تغيب كل شيء يا؟ بتزعلني عليك ترى، والله بتزعلني عليك يا مكسيكو. أنا لبس هذه. أخوي الصغير ما عنده سماعة. السماعة ذي. هذا شو اسمه؟ اسمه صحن دوارة. خلنا نشوف. ووو.
لك ما تعطيني شيء مكسيكي. لو اعطيتني شيء كان لو في شيء ينوخذ عندك كان اخذته ومشيت، بس ما في شيء ينوخذ. بحط لنا اي شيء، ما ادري وش هذا بس اني باخذه. السلام عليكم، يعطيكم العافيه يا جماعه الخير. لا تنسون اللايك والاشتراك. ما راح اسوي لكم رد فعل الشباب لانه رب الكعبه انه رد فعل متوقع انه بيسوي لي شيء. لايك واشتراك، ونشوفكم مقطع جديد باذن الله بعد 3 ايام. سلام عليكم.